نعود من جديد إلى المباراة المخصصة لما بين الجهات للخيول العربية البربرية. تستمر المباراة بفئة مهرات 3 سنوات ومهرات 2 سنين. لا بأس أن نذكر بالنتائج التكميلية والجزئية للفئة الثالثة والتي كانت مخصصة للفرسات الغير المتبوعات من 4 إلى 8 سنوات. رقم 66، حامل رقم 66 حصل على 415 نقطة. رقم 66 حصل على 415 نقطة. والمخصصة للفرسات الغير متبوعات من 4 إلى 8 سنوات. اللي حصل على المرتبة الأولى نجمة الخير رقم 52 في مكيال السيد حجي محمد، مجموع النقاط 427.50. المرتبة الثانية نميرة دونا رقم 51 في مكيال السيد بدر الدين صفوان، مجموع النقاط 425.50. المرتبة الثالثة نعمة علين رقم 58 في مكيات السيد الخضري يونس، مجموع النقطة 425 نقطة. المرتبة الرابعة نادور رقم 55 في مكيات السيد بوعبادي عمر، مجموع النقطة 424 نقطة. المرتبة الخامسة نيات الله رقم 53 في مكيات السيد متقي مبارك، حصلت على 423.50. المرتبة السادسة نور الأصيل رقم 50 في مكيات السيد الخادير عبد الهادي، حصلت على 423 نقطة. المرتبة السابعة نشوى البوري رقم 59 في مكيات السيد ديز حكيم، حصلت على 420.50. المرتبة الثامنة نافارا دو ناسيما رقم 47 في مكيات السيدة مميح ناسيما، حصلت على ما مجموعه 420.50. المرتبة التاسعة مرام شرفاء رقم 64 في مكيات السيد قميح محمد، حصلت على 420 نقطة. المرتبة العاشرة مكرنات المريجة رقم 62 في مكيات السيد جغر حسن، حصلت على ما مجموعه 420 نقطة. المرتبة 11
نور دنيا رقم 49 في مكياس السيد البزيوي اسماعيل، حصلت على ما مجموع 419 نقطة فاصلة 50. المرتبة 12 نورة الهيبة رقم 61 في مكياس السيد بالهومانية سعيد، حصلت على ما مجموع 417 نقطة فاصلة 50. المرتبة 13 نيامة بنت محفوظ رقم 56 في مكياس السيد جغاد مبارك، حصلت على ما مجموعه 416 نقطة فاصلة 50. المرتبة 14 جميلة الدكي رقم 70 في مكياس السيد القرص عبد الصمد، حصلت على ما مجموعه 416 نقطة. المرتبة 15 نجمة الزين رقم 60 في مكياس السيد الكدية دريس، حصلت على ما مجموعه 415 نقطة فاصلة 50. المرتبة 16 لانا رقم 66 في ملكية السيد ساطور كمال، حصلت على ما مجموعه 415 نقطة. المرتبة 17 مارميلا رقم 63 في ملكية السيد المسقي منير، حصلت على ما مجموعه 413 نقطة فاصلة 50. المرتبة 18 نحنحت سافي رقم 57 في ملكية السيد أبو فارس رشيد، حصلت على ما مجموعه 413 نقطة فاصلة 50. المرتبة 19 لونايمة رقم 67 في مكياس السيد مني صلاح الدين، حصلت على ما مجموعه 412.50. المرتبة 20 مرجناء رقم 65 في مكياس السيد فريد عبد المجيد، حصلت على ما مجموعه 410 نقاط فاصلة 50. والمرتبة 21 نجمة إنشادن رقم 48 في مكياس السيد شجيع محمد، حصلت على ما مجموعه 407 نقاط. كانت هذه نتائج الفئة الثالثة والمخصصة للفرسات الغير متبوعات من 4 إلى 8 سنوات. بعد قليل نمر إلى النتائج الجزئية للفئة الرابعة والمخصصة للفرسات الغير متبوعات 9 سنوات فما فوق. والآن إليكم النتائج الجزئية للفئة الرابعة والمخصصة للفرسات الغير المتبوعات 9 سنوات فما فوق. بالنسبة للرقم 71 حامل الرقم 71 حصل على 434 نقطة فاصلة 50. رقم 71 حصل على 434 نقطة فاصلة 50.
على 409 نقط فاصلة 50. إليكم النتائج النهائية للفئة الرابعة والمخصصة للفرسات الغير المتبوعات 9 سنوات فما فوق. المرتبة الأولى هدية الأصيل رقم 71 في مكيال السيد الخدير عبد الهادي حصلت على ما مجموعه 434 نقطة فاصلة 50.
المرتبة الثانية شداها رقم 83 في مكياس السيد نادير محمد جمال الدين، حصلت على ما مجموعه 428 نقطة. المرتبة الثالثة إسبرانزا رقم 80 في مكياس السيد جغر حسن، حصلت على ما مجموعه 424 نقطة فاصلة 50. المرتبة الرابعة فزلة رقم 77 في مكياس السيد جدو محمد، حصلت على ما مجموعه 421 نقطة. المرتبة الخامسة فم دار رقم 78 في مكياس السيد الفلكي عبد القادر، حصلت على ما مجموعه 420 نقطة فاصلة 50. المرتبة السادسة ترقية رقم 84 في مكياس السيد الحجامي حميد، حصلت على ما مجموعه 417 نقطة. المرتبة السابعة حرمة الشاوي رقم 74 في مكياس السيد بن الشاوي محمد، حصلت على 416 نقطة فاصلة 50. المرتبة الثامنة حمولة رقم 72 في مكياس السيد جغر حسن، حصلت على ما مجموعه 415 نقطة فاصلة 50. المرتبة التاسعة دلع جوج رقم 81 في مكياس السيد حديوي كمال الدين، حصلت على ما مجموعه 415 نقطة فاصلة 50. المرتبة العاشرة حنيمة واحد رقم 73 في مكياس السيد المعيزي رشيد، حصلت على ما مجموعه 415 نقطة فاصلة 50. المرتبة 11 داليا أربعة رقم 82 في مكياس السيد صفوي محمد، حصلت على ما مجموعه 413 نقطة. المرتبة 12 فيروز بني موسى رقم 75 في مكياس السيد العمراوي يوسف، حصلت على ما مجموعه 410 نقاط. المرتبة 13 فداوية رقم 76 في مكياس السيد مزيويرة خليفة، حصلت على ما مجموعه 409 نقاط فاصلة 50. والمرتبة 14 الطيبة رقم 79 في مكياس السيد بالهومانية عبد الرحيم، حصلت على ما مجموعه 402 نقاط. بعد قليل نمر إلى الفئة الخامسة والمخصصة لمهرات 3 سنوات. حظ موفق للجميع.
الرقم 95 حصل على 421 نقطة. حامل الرقم 95 حصل على 421. في ملكية السيد قصيد ياسين مجموع النقط 437 نقطة. المرتبة الثانية أمسية البركة رقم 30 رقم 90 عفوا المرتبة الثانية أمسية البركة رقم 90 في ملكية السيد سلمي عبد العالي حصلت على ما مجموعه 427 نقطة فاصلة 50. المرتبة الثالثة وسيمة أميدو رقم 94 في ملكية السيد بومهدي عبد الرحمن طه مجموع النقاط 425 نقطة فاصلة 50. المرتبة الرابعة أميمة الأصيل رقم 99 في ملكية السيد الخدير عبد الهادي حصلت على ما مجموعه 425 نقطة فاصلة 50. المرتبة الخامسة أصول الرضا رقم 98 في ملكية السيد قصيد ياسين حصلت على ما مجموعه 425 نقطة. المرتبة السادسة أم الخيل سافي
رقم 92 في مكياس السيد أبو فارس رشيد، حصلت على مجموع 422 نقطة. المرتبة السابعة وقاية، رقم 95 في مكياس السيد طوسي حمزة، حصلت على مجموع 421 نقطة. المرتبة الثامنة وسمة، رقم 93 في مكياس السيد صبري معزوز، مجموع النقاط 421 نقطة. المرتبة التاسعة وسيمة، رقم 97 في مكياس السيد هدون عمد أحمد رضا، مجموع النقاط 420 نقطة. المرتبة العاشرة أرضغة الخير، رقم 89 في مكياس السيد عكاشة ياسين، حصلت على مجموع 415.50. المرتبة 11 أوزيل كيلون أ، رقم 87 في مكياس السيد القرص عبد الصمد، مجموع النقط 413.50. المرتبة 12 ويدنا، رقم 100 في مكياس السيد صخراوي حمزة، مجموع النقط 413 نقطة. والمرتبة 13 أورغانة حمر، رقم 101 في مكياس السيد بوعيدة عبد الرحيم، حصلت على مجموع 411 نقطة فاصلة 50. الآن أمامكم الفئة السادسة والمخصصة لمهرات سنتين، وهي آخر فئة مبرمجة لهذا اليوم في فئة
رقم 105، رقم 105 حصلوا على 426.50. حامل الرقم 105 حصلوا على 426.50. رقم 109 حصل على 416 نقطة. حامل الرقم 100.
حصلت على 429 نقطة فاصلة 50. المرتبة الثانية كفيلة الغيث رقم 102 في ملكية السيد قصيد ياسين، حصلت على مجموعة 427 نقطة. المرتبة الثالثة كنزية الشرفاء رقم 105 في ملكية السيد قميح محمد، حصلت على مجموعة 426 نقطة فاصلة 50. المرتبة الرابعة قرة الأصيل رقم 118 في ملكية السيد الخضير عبد الهادي، حصلت على مجموعة 426 نقطة. المرتبة الخامسة كيبلاء رقم 110 في ملكية هبوش علي، مجموع النقط 420 نقطة فاصلة 50. المرتبة السادسة كرامة عبدة رقم 115 في ملكية السيد بحراوي خالد، مجموع النقطة 418 نقطة. المرتبة السابعة كرارات حمر رقم 111 في ملكية السيد بالهومانية نور الدين، حصلت على مجموعة 417 نقطة. المرتبة الثامنة كشميرة رقم 114 في ملكية السيد صبري خليفة، حصلت على مجموعة 416.50. المرتبة التاسعة كسرت رقم 107 في ملكية السيد الكابش يوسف، حصلت مع مجموعة 416 نقطة وصل 50. المرتبة العاشرة قمر مسنوة رقم 109 في ملكية السيد هبوش علي، حصلت على مجموعة 416 نقطة. المرتبة 11 كلمة جي رقم 112 في ملكية السيد كريمة عبد العزيز، حصلت على مجموعة 415 نقطة وصل 50. المرتبة 12 كليلة الساحل رقم 106 في ملكية السيد بخوت بوشعيب، حصلت على مجموعة 413 نقطة فاصلة 50. المرتبة 13 قمر شوال رقم 108 في ملكية السيد بودينار محمد، حصلت على مجموعة 413 نقطة. المرتبة 14 قيلادة رقم 113 في ملكية السيد المسقي منير، حصلت على مجموعة 412 نقطة. المرتبة 15 كسة الخير رقم 119 في ملكية السيد نادير محمد جمال الدين، حصلت على مجموعة 411 نقطة. والمرتبة 16 كتاب رقم 117 في ملكية السيد بوعبادي عمر، حصلت على مجموعة 409 نقطة فاصلة 50. وبذلك تكون المرحلة الأولى والمخصصة للإناث لهذا اليوم قد انتهت. نلتقي غدا إن شاء الله في المرحلة الثانية والمخصصة لفئة الذكور. شكرا للحضور.